من برلين تنضم إلينا السيدة وفاء البدري الصحفية وخبيرة الشؤون الألمانية. السيدة وفاء، تلقب كرام بميركل الصغيرة نظرا لانتهاجها نفس السياسة أو طريقة الحكم البراغماتية، هل ستستمر كرام بهذه السياسة والاتجاه نحو الاعتدال من خلال توليها لزعامة هذا الحزب برأيك؟ يعني يعتقد أن كرام كارم هي شخصية براغماتية، ولذلك هي تنتهج نفس منهج ميركل، ولذلك لقبت كما ذكرتي بأنها ميركل الصغيرة، في بعض الأحيان أيضا بتوأمة ميركل. هي تتبع بالفعل نهج ميركل، وخاصة فيما يتعلق بملف اللاجئين، ولكنها أيضا متحفظة بعض الشيء، ولذلك يعني أخذت مسافة بينها وبين ميركل خاصة في الفترة الأخيرة وقبل الانتخابات لتبين لأعضاء الحزب بأنها مختلفة. من هذه الاختلافات أنها في السابق وفي عام 2015 ومع تأييدها الكامل لسياسة الهجرة وسياسة اللجوء التي طرحتها ميركل ونفذتها في ذلك الوقت، لكنها في الوقت نفسه قالت أنها تريد أن يكون هناك كشف طبي على اللاجئين لتحديد عمرهم على سبيل المثال، وقالت أيضا أن هناك بعض القوانين يجب تشديدها في مسألة اللجوء، ولذلك أعتقد أنها حازت على ثقة الكثيرين من صفوف حزب المحافظين. طيب سيدة وفاء، برأيك ما هي التحديات التي تقف اليوم أمام كرام، وما هي القوانين التي ستسعى إلى تغييرها؟ هل من ضمنها قانون ازدواج الجنسية فيما يخص المهاجرين؟ كرام كارمباوا هي قالت من قبل أعتقد في عام 2016 أن قوانين الهجرة وقوانين اللجوء جيدة في ألمانيا، ولذلك لا أعتقد أنها ستسعى إلى تغيير كبير في مسألة الازدواج الجنسية، لكن ما أعتقده هو أنها ستحاول كسب المزيد من الثقة، وخاصة ثقة الحزب المسيحي البافاري الشريك في الائتلاف الكبير الآن في الحكومة، لأن العلاقات ما بين الحزبين قد تزعزعت في الفترة الأخيرة، وأعتقد أن هذا هو السبب الذي دعا ميركل إلى ترك زعامة الحزب. شكرا جزيلا لك سيدة وفاء. وضحت فكرتك سيدة وفاء البدري من برلين الصحفية والخبيرة في الشؤون الألمانية.